ايه خندق على ابراهيم يجيب لنا هالاغراض. ايوه ابراهيم، ازيك ابراهيم؟ الحمد لله. عاوزين شويه اغراض كذا تجيبهم من الجمعيه ابراهيم. ايوه مولاش بوميله، نبي منه 5 حبات، هذا في منه احمر اخضر. 5 حبات. ايه ومراس علابه، هذا يجيب منه كرتون. راس مين يبيه؟ في منه اسود واحمر ابراهيم. كرتون كامل؟ اي كرتون عشان يكفيني انا معاك. لحظه باقي واحد ابراهيم. تفضل. برونوس دوميستيكا، يجيب لي منه 5 حبات هذا. مستكت يا بيه. برينوموس دوميستيكا، يجيب منه 5 حبات، انت بالعاده تاكل حبتين، انا احب اكل 3. برمينوس دوميستيكا يا ابراهيم. اكيد ده كله في الجمعيه؟ اه بالجمعيه. الله يخليك بسرعه ابراهيم بس. ها؟ خلاص ماشي. يلا اوكي. انا سجلت الاسامي. شو الاسامي اللي بقولها لي دي؟ مستيكا وبتاع و... الموضوع بتاع الاسامي الغريبه اللي عندهم دي في البرنامج، اشوفه اخي في البرنامج جاي. وبعد ما سدينا التليفون من ابراهيم، خلينا نقول معلومتنا. يقول لك مولاس بموله، ومراس الابه، وبريمونوس دوميستيكا ينتمون لعائله الورد المسمى بالورديات، وهي واحده من اكثر اشجار الفاكهه من حيث الزراعه. يعني احنا عرفنا الموضوع تقريبا كله. وهم فواكه وقلنا اساميهم باللاتيني، لكن هم شنو؟ احنا شفنا ابراهيم وشكله ضاع بالاسامي، اسوى ان انا حاسب حسابي ويايب. مولاس اللي هو التفاح، حلو؟ خلصنا من مولاس بوميله، مراس الابه اللي هو التوت. التوت يا ابراهيم، قلنا كرتون يا ابراهيم عشان يكفينا، وين يكفينا هذا؟ نزيد بعد واحدة، بريمينوس دوميستيكا. خوخ يا ابراهيم، خوخ، وانت طايح له قبل التصوير، خوخ يا ابراهيم. كذي قلنا الاسامي ملوتنا، وقلنا معلوماتنا اللي نبدي فيها برنامجنا. الاسامي اللي قلناها اسامي لاتينية، ممكن لو سافرت برا خصوصا الدول اللي مثلا روسيا والاماكن هذه، ما راح تلاقي مكتوب ابل، راح تلاقي مول الناس بمولة. الاسامي وايد صعبه، واتوقع لو احنا بنحفظها يبي لنا دراسه. كذي نطلع نشوف استعراض برنامج نبات، وعقبها ننتقل اخضر. فقره اخضر، راح نتكلم اليوم عن نبات اسمه الفيولودندروم. بكلينك كشفت احد الدراسات عن وجود علاقه متبادله بين النباتات، وهي علاقه حب وكراهيه. شنو عندنا بالمعمل اليوم؟ تصبيرة، تصبيرتنا اليوم مرتبطة بالوزن، خصوصا منطقة الكرش. فقرة أخضر، راح نتكلم اليوم عن نبات اسمه الفيولودندروم. نبات نادر شوي، لكن هو ينتمي بنفس الفصيلة اللي ينتمي لها المونستيرا اللي تكلمنا عنها بأخضر الحلقة اللي طافت. لكن يمتاز هذا النبات بعدة أشياء، خصوصا حق الناس اللي بادين هواية الزراعة الداخلية، اللي هم نباتات الظل. جدا يفيدهم هذا النبات ويكسبهم خبرة. النبات هذا ممتاز، عنايته بسيطة، يحتاج إضاءة هم بسيطة، وتقدر تطور مهاراتك قبل لا تشتري نباتات غالية. تقدر تطور مهاراتك من خلال هذا النبات. النبات هذا موطنه الأصلي جنوب أمريكا. نبات جدا ممتاز، ينزرع بعدة أماكن، له جذور هوائية وممكن يتسلق، وفوق هذا كله ممكن يتدله ويمشي على الأرض، وممكن تزرع معاه عدة نباتات. لكن نصيحة اليوم نوجهها من أخضر، إذا أنت كنت هاوي وتوك مبلش من نباتات، هذا النبات جدا ينطبق عليك وتقدر تستخدمه. النبات مثل ما قلنا أموره بسيطة وقليلة. يسمون الفيولودندروم سويت هارت فاين. ليش؟ خلينا نشوف. لأن ورقته تشبه قلب الحب مثل ما احنا شايفين هذه الورقة. النبات هذا يستخدمونه بتنسيق الزهور. زيد على هذه النقاط انه هو من النباتات الجميلة اللي تعطي فيو بالمنزل، خصوصا ان هذا شائع بأمريكا ودائما يزرعونه بالبيت. نزيد على هذه النقاط ونقول نقطة جدا مهمة، هو سريع النمو. يعني نبات حتى لو أهملته في بعض الأحيان راح يرد ينمو بشكل كبير، فهذا شيء يساعدنا ان نطور مهاراتنا ونستخدم نبات الفيولودندروم. نخلي هذه هالصوب ونكمل. نباتنا سهل الرعايه، راح يحتاج منك تربه مكونه من بوتينج سويل، تقدر تستخدمها لان قلنا تربتها مفككه وخفيفه وناعمه.
هذا النبات يمتلك جذور هوائية تطلع برا. زيد على هذه النقاط أنه هو يعتبر من النباتات المتسلقة، يعني لو رحت وسافرت برا ممكن تحصل هذا النبات. زيد على النقطة هذه اللي راح نقولها، ألا وهي الجذور الهوائية جدا ممتازة، بحيث أن هذا النبات ينمو ويريد يطلع عقل من يد ويديد، فشيء ممتاز ونقدر نستخدمه بالبيت وما في نسبة سمية، هذا اللي يخوفنا دائما من النباتات الداخلية. النبات هذا يحتاج إضاءة جميلة، ما يحتاج إضاءة مباشرة، يعني لو أنا بخلي النبات هذا يم النافذة لازم أخلي مسافة أقل شيء متر، لأن إذا الحرارة وايد عندنا بالصيف ممكن تحرق أوراقه على سبيل المثال، يصير عندنا نفس هالطريقة لأن ما يحب تغير درجات الحرارة، والحرارة الشديدة راح تخلي لنا الورقة بهذا الشكل. الفيولودندرم عائلة كبيرة، في منها أوراق لونها أخضر بأحمر مثل ما احنا شايفين، وفي منها أوراق صفر، وفي منها أوراق حمر، فأنت تقدر تتفنن وتزرعهم ثلاثتهم مع بعض. زيد على هالأشياء أنه هو يحب الماي بغزارة بالصيف، وهذا الشيء اللي احنا دائما نخاف منه، لما نزيد ماي تتساقط الأوراق ونقول نباتنا مات. فعشان كذي تقدر تتدرب على هذا النبات، ولو لا سمح الله سويت هالشيء النبات بالصيف راح ينتعش، وهذا الشيء جدا ممتاز له لأنه يوفر الرطوبة اللازمة حق النبات، والنبات يحب الرطوبة. لكن بالشتاء شلون راح تستخدم؟ تقلل كمية الماء وتستخدم الرش، ترش النباتات عشان تعوض الرطوبة اللازمة، لأن أغلب الأوقات بالبيت يكون عندنا جفاف، عادي بالشتاء نحس أن البيت أبرد من برا، فهذه النقاط لازم نحطها بعين الاعتبار ونستخدمها. لو لاحظنا وتابعنا الحلقة السابقة عن المونستيرا، قدرنا نزرعها بالموس اللي هو العمود وخليناها تتسلق. لو عندك نباتات مثل الدراسينا الكبيرة هذه، ممكن تلف النبات حوالينا ويعطيك شكل جدا جميل، خصوصا بزوايا البيت. لكن احرص أن تكون الزاوية ما فيها تيار هواء، يعني لا تستخدم هذا النبات وتخليه يم الباب، رايح راد رايح راد، الأوراق راح تطيح. استخدم هذا النبات بزاوية ما فيها تيار هواء، وخصوصا الزوايا الميتة اللي على الأجناب بالصالات الكبيرة. نبات جدا ممتاز، سهل الرعاية، يحتاج نقاوة جو، لا تستخدمه بدوانية فيها دخان وايد لأنه راح يموت عندك النبات. كذي قلنا معظم الأشياء اللي يحتاجها الفيولودندرون، نبات تقدر تتدرب عليه وتقدر تستخدمه بكل مكان، بالبيت بالصالة حتى بغرف النوم ممكن تستخدمه، لكن بقى شغلتين، عنايته بالتسميد، وهالنبات ينزرع بالماء ولا لا. وعشان نربط كلامنا باللي قلناه، هذه عقلة قدرنا نقصها، قلنا هذا النبات نقدر نزرعه طوال السنة لأنه ما له فترة سكون، نجيب واحدة ونغرسها تحت بالأرض بهذه الطريقة، راح يرد يطلع عندنا مرة ثانية. العمود اللي قلنا عنه نقدر نزرع من خلاله عشان تتسلق عندنا، لكن إذا أهملت، ركز بهالنقطة، إذا أهملت وما ركبت عمود والنباتات تدلت على بعض، إيش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك كالآتي يا عزيزي، الأوراق راح تبدي تصغر وتسكر على بعض، وراح تسبب عندك خلل. هالخلل شلون راح تحله؟ راح تحله ان انت تشيل النباتات وتفردهم وتخلي لهم مكان جميل بحيث انه ياخذ راحته، يعني نباتنا يبي له زاويه راهيه. نزيد نقطه مهمه ونقولها، قلنا هذا النبات يحتاج درجه حراره ما بين 18 ل 22 و22 انسب درجه حراره حق هذا النبات. لكن اذا صار عندك دروب وتغيرت الالوان ملوت الاوراق، الاسمده اللي راح تحتاجها شنو؟ راح تحتاج نيتروجين وراح تحتاج مغنيسيوم، الشبه بينهم قريب. المغنيسيوم راح يكون الاصفرار من الداخل، لكن النيتروجين راح يبين عندك بالورقة والأطراف اللي احنا شايفينها على الطرف. نباتنا ما يحب البرد لأنه شبه استوائي. وفوق هذه النقاط كلها نباتنا ينزرع بالماء ونقدر نستخدمه بدال البامبو. دائما احنا ندور البامبو ونزين بيوتنا، لكن على فكرة تقدر تتميز بهذا النبات وتستخدم الفيولودندرون بالماء لأنه هو يعيش بالماء. نجيب لنا فازة
وهذا نباتنا مثل ما احنا شايفين. نشيله لو نلاحظ كهو مزروع بالماي، نركبه داخل، راح يعطينا شكل فازة جميلة وحلوة، نقدر نزرع بالماي ويعطينا شكل جميل بدل ما نستخدم البامبو. السؤال المعتاد، نقدر نزرع ويا بامبو؟ تقدر تزرع ويا بامبو، لكن هو شكله جدا جميل بروحه، لأن الخضار اللي بالورقة يكون داكن وغامج. زيد على هذول أن الأوراق أو الساق مال الورقة يتميز بلون أحمر، بالمكسيك يستخدمونه وايد بعيد فالنتاين مالهم، يستخدمونه لأن الورقة مثل ما قلنا على شكل قلب، فالاسم المتداول أو الشائع سويت هارت فاين. كذي قلنا معظم الأشياء اللي تهمنا بالفيولادندرون. حاول تقول فيولادندرون 10 مرات. فقرة كلينك اليوم راح نتعرف على شيء جدا جميل. يقول لك كشفت احد الدراسات عن علاقة حب متبادلة بين النباتات، يعني نفس طريقة الانسان، ساعات تحب تقعد وتحب احد يقعد يمك، ساعات ممكن تكره اللي قاعد يمك. هذا الموضوع متشابه وفي دراسة تثبت هذا الشيء هم بالنبات. شلون؟ على سبيل المثال، اذا بنزرع الاشياء، في بعض الاشياء ما يصير تزرعها بالقرب من هذه الاشياء. شلون؟ لو عندنا زهرة وبروكلي وزيد عليهم الملفوف، ما يصير تزرعهم يم فراولة وطماط وباذنجان، وهم تقدر الفلفل. هذول الأشياء ما تقدر تزرعهم يم الزهرة والبروكلي. نيجي حق موضوع ثاني، ألا وهو اللوبة أو اللوبيا، ما يصير تزرعها يم الفلفل البارد والحار. هذول الأشياء ما يصير تزرعهم بالقرب منهم. نزيد على هذه النقاط، أغلبنا يزرع فول واحنا بنهاية موسم الشتاء نقدر نحصده، ما يصير تزرع يم البصل او الثوم. هذول الاشياء ما يتوالمون مع بعض، يعني لا تزرعهم يم بعض لان راح تخسر محصولك. نيجي حق موضوع ثاني، الا وهو الملفوف والخيار والبروكلي والشبنت، ما يصير تزرعهم يم الباذنجان والطماط بانواعه، ما يصير تزرعهم يم. يعني العائلة الباذنجانية كلها ما تنفع تزرعها يم العائلة الصليبية. هذا شيء جدا ممتاز، لا تزرعهم لأن راح تخسر محصولك. نيجي حق نقطة بعد، أغلبنا يحب الورقيات وقت الغداء أو العشاء، إشبنت وكزبرة وبقدونس وكل هالأمور وجميع الورقيات، لا تزرعها يم شنو؟ الجزر لو سمحت. هذول ما يتوالمون مع هذول. تخيل الموضوع علاقة حب، هني جدا العلاقة كريهة. إنزين، إحنا قلنا ما يصير نزرع هذا يم هذا، ما يصير نزرع هذا يم هذا. إنزين وين علاقة الحب يوسف؟ علاقة الحب موجودة. يقول لك علاقة الحب، العنب يفرح ويستانس لما تزرع يمه زيتون. زيد على هذول، لو أنت تبي زيتون، الزيتون ينتج سنة وسنة ما ينتج، يكون إنتاجه قليل. تبي تزيد الزيتون مالك وتبي إنتاجه طيب وجميل، ازرع يمه بصل. في علاقة جدا وطيدة بينهم. أعطيكم بعد شغلة، لو حبينا نزرع فراولة يم البطاط، علاقة جدا لطيفة وجميلة. البطاط درنات راح يطلع من تحت والفراولة فوق، هذول لهم علاقة جميلة، تقدر تزرعهم يم بعض مو تزرعهم فوق بعض. يعني لا تتخيل الموضوع فراولة فوق بطاط، لا، تقدر تزرعهم يم بعض. نبي بعد علاقة جميلة، طبعا قديم يطلع لنا هالتفاح إلا بالمحميات عندنا بالخليج يعني بشكل عام، لكن التفاح الصغير الأخضر هذا، شو ما بيخربها، صغيرة كاهية. التفاح يفرح ويستانس لزرعت يمه كمثرة اللي هي عرموط. هذا هو. وفي شغلة جدا مهمة لازم نوضحها ونقولها، الزهور الموسمية ما يصير تزرعهم يم أي شيء موجود عندنا، لأن الزهور الموسمية راح تأثر على المحاصيل هذه كلها حتى لو كانت بالقرب منها. السبب كالآتي، لو إحنا قلنا كل هالأشياء
وبنربطها بشيء عملي. في علاقة حب بين شنو؟ المنشار والخشب. في علاقة جميلة بينهم وارتباط وثيق. لكن على سبيل المثال، في ارتباط بين الصابونة والها؟ طبعا بعض الناس يقول في احنا ننظف فيها. لا لا، انا اتكلم اسنان، يعني ينفع صابون وكذا؟ ما راح ينفع، كلش ما راح ينفع. احنا قلنا عدة اشياء وتكلمنا عنهم بشكل عام. اللي بنختمه هني، في بعض المحاصيل تساعد المحاصيل الثانية بالانتاج، خصوصا بموسم التلقيح. عندنا النحل هو اللي يلقح الاشياء هذه. لما النحل يلقح هذه الاشياء جدا مهم وممتاز ويزيد لنا انتاج المحصول. طبعا راح تقول لي زين العنب، العنب احنا نزرعه بمحميات، واذا انت بيتكم صوب الساحل ممكن تزرع العنب برا وتاخذ منه. اذا زرعت يم الزيتون والبصل راح تاخذ انتاج طيب. وزيد على هذه النقاط ان لما نزرع البصل حوالين الزيتون يشيل الامراض والفطريات اللي تحت. فبتزيد وتزرع ثوم جدا ممتاز، ما في اي خلاف. نيجي حق موضوع مو موجود عندنا على الطاولة. أغلبنا يحب يزرع الموز. الموز لما نزرعه ما ينفع نزرع يمه أي شيء فاكهة، لأن الموز يعتبر من الأعشاب. يعني يمكن هذه المعلومة عليكم جديدة، ابحث وشوف راح تلاقيه من الأعشاب. الموز لا تزرع يمه أي فاكهة أو بالقرب منه، حاول توخر المسافات. كذي قلنا عدة أشياء. السبب الرئيسي أن الحشرات والبكتيريا النافعة والضارة تنتقل وتخرب لك الأشياء. زيد على هذه الأشياء أن الجذور ما راح تأخذ راحتها. لو تخيلنا عنب يم الفوف، الجذور راح تفرز مادة لزجة تدافع عن نفسها وممكن تذبح واحد من الاثنين. وإذا ما ذبحت إيش راح تسوي؟ إذا ما ذبحتهم إيش راح تسوي يا جماعة؟ راح تقلل لك المحصول أو ما يصير فيه عندك إنتاج. بكذي قلنا عدة أشياء، وفي وايد أشياء ما ذكرناها، لكن إحنا بنهاية موسم حبينا نذكر هذه الأشياء. نطلع نشوف دايركت مسج، وعقبها عندي معلومة قبل أن نشوف. تدرون ولا ما تدرون؟ نكمل. ونرد على أسئلتكم بالدايركت مسج، ونتكلم عن موضوع الفيل اللي دزيتوا لي. الفيل لما يصفر مشكلته أنه ما فيه أسمدة، خصوصا أنه هو يحتاج النيتروجين بشكل كبير بفصل الشتاء، زائد أن موعد الري يختلف. بالشتاء دائما ندور الشمس أو الحرارة، فمتى راح نسقي؟ راح نسقي الظهر عساس لا يصير عندنا بخار الماي أو الماي يتيمع. هذا سبب من الأسباب. متى نقص الفيل؟ بالشتاء راح نقصه مرتين لأن النمو بطيء يصير، لكن بالصيف نقصه 3 مرات. باللوكيشن بالعيد الوطني كان عندك فازة. اي موجودة الفازة. الفازة من راعينا الرسمي The Last Island، وأكاونتهم موجود بالانستغرام مالي، وممكن نحط لكم البار تشوفونه. السؤال الأخير اللي بنرد عليه، زرعت بروكلي لكن البروكلي متفتش. متفتش يعني مفتوح وفي صفرار. أنا أقول لك السبب. السبب ذكرناه بالحلقة الثانية، ألا وهو عنصر البورون، هو اللي يخليها متماسكة وتصير كاملة. زائد بالشتاء احنا عندنا النهار قصير، فلازم ازرع البروكلي وعائلة صليبية كاملة بمكان فيه شمس، لان احنا نحتاج من 6 إلى 8 ساعات نوفرها حق النبات. لا تزرع بمكان فيه ظل، ما راح ينتج عندك. كذي انا رديت على بعض الاسئلة، وفي بعض الاسئلة ما راح ارد عليها لان راح نشوفها فعلا قدام. بنروح تدرون ولا ما تدرون، لكن تدرون ولا ما تدرون عن ملك الخضار. اي ينقال له ملك الخضار. ملك الخضار الا وهو شيلانوم ميلونوجين. اي شيلانوم ميلوجوني. كليته بالشتاء يدفيك، كليته بالصيف يبرد عليك، لكن لازم تطبخه عدل. وعلى فكره نقدر ناكله ني. نطلع نشوف تدرون ولا ما تدرون، وننتقل المعمل. تدرون ان فوائد كثيره بقشر الباذنجان؟ لانه يحتوي على مغذيات نباتيه كيميائيه تحسن الدوره الدمويه وتغذي المخ، ومعظم هذه المواد موجوده في قشر الباذنجان، لذلك يفضل تناوله طهي بقشره للحصول على الاستفاده القصوى منه. وبعد ما شفنا تدرون ولا ما تدرون، وكان عن قشره الباذنجان وهذا اسمه العلمي اللي قلناه، شنو عندنا بالمعمل اليوم؟ تصبيره.
تصبيراتنا اليوم مرتبطة بالوزن، خصوصا منطقة الكرش. بالشتاء احنا دائما نعاني، شلون نعاني؟ كله تحس انك يعان 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 وتبي تاكل. ممكن نستخدم هالتصبيرة بشيء زين، خلصنا من الوزن الزايد، لكن مو معناته عقب ما تخلص غداك يكون مموش او مربيا وتاخذ هذا، ما راح ينفع. حق الناس اللي تبي تنزل وزنها ومسويه برنامج دايت ممكن تاخذ هذا الشيء. شنو مكوناتنا اليوم؟ بريجيا امريكانا بريجيا امريكانا اللي هي الافوكادو، لكن هذا اسمها العلمي. وعندنا مانغريفا اندياكا اللي هي المانجا، روب او زبادي، ومانغريفا سائل اللي هو عصير، ما يكون نكتار، يكون عصير طبيعي، عسل وليمونة. ومحتاجين ثلج بالموضوع عشان نسوي سموثي طبيعي يخفف الوزن حق الناس اللي تبي شيء لذيذ ومفيد وفوق هذا ينزل الوزن. مكوناتنا كالآتي راح تصير: نقص الأفوكادو، نحتفظ بالجزء هذا عشان نشرح بعدين شلون نقدر نزرع الأفوكادو. محتاجين مكيال نقشر هذه، أو نقدر نسوي هذا الشيء. محتاجين ربع كوب، هذه الصغيرة ربع كوب من الأفوكادو، نمليها بهالطريقة. ومحتاجين ربع من المانجا، ونحتفظ بالطعامة عشان فقرات جاية نقدر نشرح شلون نزرع الطعامة. نشيل بالملعقة، وهم محتاجين ربع، ناخذ الربع هذا نقدر نزيدها شوي عشان تتملي. ممتاز. نضيف ربع من المانجا اللي هي مانغريفا، ومحتاجين نص كوب من العصير اللي هو عصير المانجا، نضيفه. أنبوبة جميلة من هني اللي هي عبارة عن الليمون، راح نحتاج ملعقة. في سكر وفي عسل، حاب انك تستغني عن السكر ممكن تستخدم العسل، ملعقة واحدة لا تكثر، او تستخدم ملعقة من السكر، يعني يا هذا يا هذا. تبي تخلطهم مع بعض راح يزيد الكالوري عندك، مو تقول ما ضعفني متني، السبب راح تكون انت. طبعا انا راح افضل العسل على السكر عشان لا يتأكسد. حاب انك تستخدم هذه ممكن اذا تبي تدخلها داخل العسل، لكن احنا راح نميل العسل وناخذ منه ملعقة. ومحتاجين ربع كوب من الزبادي، ربع يا جماعة ما نكثر، ربع. نخلطهم كلهم مع بعض بالخلاط، عصايتنا الجميلة. وبعد ما حطيناهم كلهم على بعض، ثلج حسب الرغبة، طبعا ممكن 6 مكعبات أو 8، احنا حاطين مكعبات صغيرة، ممكن ناخذ منهم 1 2 3 4 5 6 7 8. نسكر خلاطنا ونخليه ينطلق. ناخذ قلاصنا، ممكن نسوي حركة بسيطة، إذا حابين نزيد شوية عسل أو نزين القلاص بهالطريقة. طبعا احنا ماخذين هالطريقة من أوف سايد، دائما يزين قلاصاته بطريقة جميلة، هو راعينا الرسمي. وعندهم عصير يشبه الموضوع هذا اسمه تسلل، نصب عصيرنا. طبعا هو سناك، راح يكون للنص، وقلنا احنا كبير راح نكتفي فيه بهالطريقه. هذا راح يكون مكون. نقول بعض المعلومات عن الافوكادو. الافوكادو من الشجر الممتاز اللي ينزرع بالسنه ويطلع لنا 120 الف حبه بالسنه، فهو محصول جدا ممتاز وفيه زيوت وفوائد تفتقر لها جميع الفواكه، وعدة دهون ممتازة لكن كثرته مضرة وممكن تطلع لنا حبوب، فاحنا ناخذ المقادير الصح والطبيعية والهيلثي. هذا بالنسبة للأفوكادو. الأفوكادو نقدر نزرعه بالكويت وبالخليج، لكن ما راح يطلع لنا كمية كبيرة، لكن شيء ممتاز ان نجرب ونزرع. المانجا من الفواكه اللي تعتبر رقم واحد بالعالم. فاكهة المانجا موجود منها بالهند أكثر من 100 صنف،
يعني مانجا طعمها حالي، مانجا طعمها شوي في حموضة، شوي لاسع، على حسب اللي أنت تبي، ويختلف القشرة اللي إحنا نقدر نستخدمها. طبعاً بعض أنواع المانجا نقدر نزرعها بالكويت، بس ما راح أسبق وأقول شنو هما. حطينا كل هالمكونات واستخدمنا الليمون، لأن هالأشياء هذه كلها تنزل الوزن وتسد الشهية عشان لا تعطيها أكل زيادة، مربياً، محروق صبعة، مجبوس، كل هالأمور تقدر تخفف وزنك، خصوصاً أن احنا داشين على صيف وتحتاج أن جسمك يكون هيلثي. كذي قلنا عدة أشياء وتكلمنا عن كل هالأمور. أنا كذي خلصت هني، لكن كالعادة راح نطلع ونشوف من اللي راح ياخذ عصيرنا هذا، وعندي كتاب حاب أن أعرفكم عليه. أوليايا أوربيايا، طبعاً هذا اسم الزيتون. أتوقع لو بنقول اسمه ما حد راح يشتري. اليوم قلنا عدة معلومات وأسامي غريبة باللاتيني. الأسامي اللاتينية هي الأسامي العلمية الصريحة حق الفواكه والخضار، لأن بيمولوجي اللي هو علم يطلق على دراسة الفاكهة، بيمولوجي حتى الاسم وايد ذكي. معلوماتنا وأسامينا العلمية عشان تبحث عنها لازم تلاقيها بالإنجليزي قريبة من اللاتيني. كل المعلومات اللي خذيناها من الموسوعة الشاملة المعروفة بالمعلومات العامة، هذا كتابهم جدا ممتاز، تقدرون تستفيدون منه في عدة فوائد وعدة أمور. كذي أنا قلت لكم اللي أبيه. مشروبنا اللي يعتبر سناك، دائما لازم نستخدم الأشياء الصحية والمفيدة. ننزل وزننا، أنا بالشتاء أحس أني زدت كيلوين لازم أنزلهم، فأنا ببلش معاكم بمشروبي اللي قلنا تصبيرة نبات. شوفكم الأسبوع الجاي في ملا.